يحاولون رسم ملامح مستقبلهم المجهول وهم يقفون في طابورهم الصباحي في بداية يوم دراسي جديد في هذه المدرسة المكونة من 3 فصول فقط، هي ما تم تنفيذه كمشروع مدرسة ابتدائية في قرية كدمة العوري بمحافظة أبيان. في هذه الفصول المتواضعة يجلسون على مقاعدهم المتهالكة ويفترش بعضهم الأرض، لكن لا بأس إن كانت الأحلام لا تناسب الواقع فلا بد أن تتحقق. هذه القرية موجودة في بها أكثر من 400 طفل زي ما أنتم شايفين يتعلموا بهذه القرية، يعني بشكل سنادق اللي حتى ما تصلح أنها تكون مدرسة للأطفال. فتقريبا 100 طفل يدرس بهذا المكان اللي زي ما أنتم شايفينه، والبقية يذهبوا إلى أماكن بعيدة. العشرات من الأطفال هنا لا يجدون بديلا لهذه المدرسة التي تحتضنهم في فصولها كل صباح، على الرغم من عدم جاهزيتها التعليمية نظرا لتهالكها وافتقارها للكادر التعليمي المتخصص. نحن في كدمة بلعور طبعا نعاني كما ترون مدرسة من أخشاب معرضة للمطر، في نفس عدد الفصول يعني 3 فصول إلى الصف الثالث، المدرسين قلة في المدرسين يعني 3 مدرسين ما يقارب، بالإضافة إلى بنت يعني متطوعة ب10,000 ريال، أيضا تعاني المدرسة من قلة كراسي. على هذه الحالة وما تزال تمثل لهم الوجهة الوحيدة لحماية مستقبلهم من الضياع، بينما يضطر الكثير ممن تجاوزوا الصف الثالث الابتدائي إلى قطع مسافات طويلة للالتحاق بمدارس أخرى.